But we have made progress in أننا أحرزنا تقدما في تأمين هؤلاء الأشخاص الذين كانوا معرضين للخطر ونقلهم. نحن ملتزمون بأن نفعل أشياء أكثر وتحسين مرافقنا، وذلك مثل الإيواء والنظافة العامة وكذلك المبردات والطعام والشراب، ونعمل مع الشركاء من أجل زيادة هذه الطاقة استيعابية في أقرب وقت ممكن. بالنسبة للأفغان الذين ينقلون إلى مطار رامشتاين، فإنه إلى الآن 800 شخص تم نقلهم إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا، ونحن نفكر في استخدام بعض المنشآت الأخرى في ألمانيا وإسبانيا من أجل أن تتلقى طائرات ورحلات جوية أخرى تنقل الجنود الأمريكيين والأفغان. كما تعرفون، نحن نتحلى بالمرونة من أجل أن نشغل القواعد العسكرية التي لدينا في المنطقة لدى شركائنا وحلفائنا. نحن ملتزمون بإعادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى ديارهم وإلى أماكن آمنة قدر الإمكان. 4 رحلات أقلت على متنها أكثر من 1000 شخص حطت في دالاس، وبعد ذلك سيتم توزيع الأشخاص الذين وصلوا إلى هناك. هذا يعود الفضل فيه إلى مهنية طواقمنا، ونعرف أن عملا دؤوبا ينتظرنا علينا أن نواصل توخي الحذر ونعمل بشكل ملح. سنواصل تقديم الإحاطات حول ما يحدث على مدار الأسبوع. كما تعلمون، بالنسبة لهايتي، نواصل تقديم المساعدات. خلال 24 ساعة الماضية، فرقة الإغاثة لدينا سيرت العديد من الرحلات وقدمت الكثير من الإمدادات الطبية لأولئك المتضررين بزلزال كان قد بلغ 7.2 درجة على مقياس ريختر. كذلك نقدم خيارات أخرى من أجل أن يكون هناك حركة سلسة، ولذلك فإننا عبأنا الحرس الساحلي.